أهلا وسهلا بيكم. تلخيص الحلقة 108 من مسلسل عميلة سرية أو أهم أحداث الحلقة. أتمنى لو أول مرة بتشاهدوا قناتي ما تنسوش تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وأتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمي باللايك. بتبدأ الحلقة فانش بيقول لريدهما: الأعداء المجهولين دايما بيكونوا أخطر، وأنا معكي لا تقلقي لن يحدث أي شيء، وقريبا جدا سنكشفهم. أريد أن أخبرك بأمر مهم يا ردهما الآن. وقال لي: هنتظر البعض الوقت، لدي خطة كبيرة ستكشف كل شيء خلال الساعات القليلة المقبلة. سألعب لعبة كبيرة إذا الساعات الآتية ستشكل تحديا كبيرا جدا بالنسبة لنا. قالت له: لكني متأكدة إنك ما دمت معي سوف يتصلح كل شيء. بعد 3 أيام سوف نبدأ حياة جديدة. في نفس الوقت جاء المشهد على كبير وهو بيتصل بتشانج وبيقول له: تشانج، أعطيني الألماس لمدة يوم واحد فقط. ما عرفت عليه أغلى من ألماس ثق بيه. كبير بيقول له: اللي تعرفت عليه واللي عرفته أغلى من الألماس بكتير، ثق بيه. وحسب وافق تشانج. قال له كبير: ممتاز، سوف أرسل لك رجلي لكي ترسله معي، وسوف أرد لك مرة أخرى خلال 24 ساعة، وستحصل على غرض آخر أيضا أغلى من الألماس بكثير. جهز المال أنت فقط. جه المشهد بعد أن قبض وردهما فانش على إشاني وهو بيصرخ فيها وبيقول: أنا أخاك الأكبر، لا أعلم متى أفسدت حبي وحبي أفسدك لهذه الدرجة، لكن أخلاقك منحطة لهذه الدرجة. كنت ألقي اللوم دايما على ردمة في كل شيء، لكن أنت السبب في كل ما حدث لردمة. نظرت لها ردمة وقالت: لما تنظرين إليه بدهشة؟ وقالت لها: الكاميرا التي خلفك صورتك. صدمت جدا إشاني واستكملت ردمة كلامها وقالت: الكاميرا كانت متصلة بهاتف أخاك وسمع وراءه كل شيء، فلا تكذبي. أخرج المسدس وصوبه ناحيتها، ناحية إشاني. كاد فانش أن يقتل إشاني وقال لها: ما الذي لم أفعله معك وأنت انتزعت أكبر سعادة مني؟ وقال لها: لو كنت طلبت حياتي لمرة واحدة كنت سمحتك عليها، ولكنك قتلت طفلي وحاولت قتل ردهما، وهذا لا يستحق العفو ولا أتجاوز عنه أبدا. صرخت ردهما وأخذت المسدس من إيده وقالت له: اعلم ما فعلته إشاني، أنا أعلم أنه جريمة وأنت أعلم كذلك، ولكن لا يستحق العفو طبعا أبدا. لو أننا فعلنا هذا فما الفرق بيننا وبينها؟ سنصبح متساويين. ردت إشاني بسخرية وقالت: يا للروعة يا أخي فانش، الحب بينكو كبير قوي. إذا كان الحب بينكو كبير فلما بتتهرب من الحقيقة؟ لماذا لا تخبر ردهما بحقيقة وفاة والديها ومن الذي تسبب في قتلهم؟ ليه أجبرت ردهما على الصمت عندما رويت قصة وفاة والدة كبير المزيفة؟ نظرت ردهما بخوف لفانش وقالت له: أي قصة مزيفة يا فانش الذي كذب عليك وحسب حتى الآن؟ لقد خدعك فانش. نظر فانش في الأرض خجلا ولا يعرف كيف يحكي ولا يتكلم، وأخذت عيناه تدمع بالدموع من الخجل من ردهما مما قالته إشاني لها، وأصبح لا يعرف أن يتكلم أبدا. أما ردهما قالت: وهذا الفرق بيني وبينك يا إشاني، ما تسميه أنت خداعا أنا أسميه تضحية كبيرة، أم بها الأخ لأجل أخته. طبعا هي قالت لها كده بعد إشاني ما قالت إن هي اللي قتلت والدين ردهما بسيارتها، وفانش كان بيداري على إشاني وهو اللي تم سجنه مكانها، يعني اللي قتل والدين ردهما إشاني مش فانش. وبالشكل ده فانش حب يحمي أخته فدخل هو الحبس مكانها.
فارده ما بتقول لها اللي بتسميه خداع، انا بسميه تضحيه كبيره لاجل اخته. شكرا لك لاخباري بذلك، لان الحب اللي اكنه الان لفانش زاد جدا اليوم. لم يستطيع النظر في عيناها وقال لها انا اسف يا ريدهما، لا ادري كيف يمكن ان تسامحيني، لا ادري كيف اعتذر لك. قالت فانش لا احد يمكنه السيطرة على الحوادث، لكني اشعر الان بالفخر الشديد بك اليوم. حضنها يعني جدا وهو متأثر جدا، ثم نظر لإشاني وقال ليها سأتركك اليوم فقط لأجل ردهما، لكن اليوم لا تناديني بأخي أبدا. ثم أخذ ردهما من إيدها وأخذها وخرج. إشاني صرخت ورمت الكوب الذي كان في يدها وقالت لا. جه مشهد على آخر على ردهما وهي في غرفتها مع فانش، وكان في الغرفة قنبلة تبقى لها فقط 5 دقائق حتى تنفجر. دخل فانش وريدما الغرفة وكانت بيها توجد القنبلة. كان فانش حزين ولم يستطيع النظر لريدهما من الخجل والحزن. ريدهما قالت فانش قال ليها أنا مذنب في حقك يا ريدما، لم أكن أعلم أن أختي تدمر لك السم في قلبها لدرجة أن تفعل هكذا. قد فعلت الكثير لهذه العائلة، أنا فعلت الكثير لهذه العائلة، واليوم أختي انتزعت أكبر سعادة مني. وقال ليها أنا آسف ريدهما، قالت له لا يا فانش أنت لست مذنب، وقد أخبرني إنجري ما حدث معك في مركز جوفينال، وأنا أتفهم سبب تخوفك، وحين علم من إشاني أنك فعلت ذلك بسبب حبك لأختك زاد حبي واحترامي لك. وقالت له قليلون جدا يا فانش من يتحملون أخطاء الآخرين على عاتقهم، هذا تطلب قلب كبير ولهذا أنت واحد منهم. ثم وجدته حزينا، قالت له سأخبرك أمرا، وقالت طفلنا. ثم أخذت يده ووضعتها على بطنه وقالت له إنه بأمان، ما زال على قيد الحياة. وهو يبكي أخذت تقول له لقد أخفيت عنك الحقيقة حتى أصل إلى من يحدث، من يريد قتله وما يحدث بك. وقال لها قوليها مجددا. قالت له سوف تصبح أب يا فانش وابنك على قيد الحياة. احتضنها وقال ليها ريدهما شكرا ليك سأصبح أب. ثم جه المشهد على أمبرية وهي في المطبخ ومعها الساعة وبتقول تبقى 3 دقائق من الجيد أن كليهما الآن في الغرفة معا، سأنتهي منهم كليهما في وقت واحد. جه المشهد على فانش وريدهما مرة أخرى، وأخذ يقول فانش لريدهما قد تصرفت معك بوقاحة خلال الأشهر الماضية، ولكن الأمس روضني شعور الأبوة. احتضنها فانش وقال لها شكرا ريدهما سأصبح أب. ثم جاء المشهد على أمبورية وهي في المطبخ ومعاها الساعة ومنتظرة تماما انفجار القنبلة، وبتحمد الله ان خلاص قربت تنفجر وان فانش وريدهما موجودين معا في الغرفة علشان تتخلص منهم هما الاتنين. وريدهما بعد ما طمأنت فانش بتقوله كنت اريد ان اشاركه معك، وفانش بيقول لها كنت اريد ان اشارك معك شعور الابوة. ريدهما بتقول ما مضى قد مضى، انا اريد ان لا يوجد شيء الان يعكر صفونا، انا وانت وطفلنا، ولنصنع الكثير من الذكريات التي سوف ارويها له عندما يجي. قال لها فانش نعم هيا نبدأ. ثم اتى بشريط مكتوب عليه سوف اصبح اب، واخر مكتوب عليه سوف اصبح ام. البسها الذي مكتوب عليه سوف اصبح اب، البس هي اللي مكتوب عليه سوف اصبح ام، وهو لابس اللي مكتوب عليه الاب. واتى بورقة صغيرة مكتوب عليها بيبي الطفل، وضع الورقة دي على بطنها، ثم حملها وقام بوضع الكاميرا حتى يصورها. المشهد هنا بيجي على أمبورية وبتقول تبقى 5 ثواني، وفي نفس الوقت فانش بيحمل ريدهما وهو بيصور. بعد 5 ثواني وضعت أمبورية ايدها على اذنيها لصوت الانفجار الذي حدث. بالفعل حدث انفجار. فرحت هنا أمبورية جدا وقالت
وقالت أخيرا أكملت المهمة وتخلصت الآن من فانشر دهمة سويا. أمبورية هنا بتفتكر إنها فعلا القنبلة انفجرت في فانشور دهمة وهما الاتنين ماتوا وخلصت منهم، لكن العكس صحيح. افانش عرف ان في قنبلة وتخلص منها قبل ما تنفجر فيه هو ردهمة. اول ما حصل صوت الانفجار ذهب الجميع واخذت بتقول الجدة سيا صوت انفجار من هنا. قالت لها سيا فانش خرج فانش ردهمة. وأمبورية أخذت تقول في نفسها فانش وردهمة ما زالوا على قيد الحياة. ثم قال كبير فانش ما هذا الصوت اللي سمعناه؟ كبير بيسأل فانش ايه الصوت ده اللي سمعناه. تذكر فانش انه هو وبيحمل ردهمة سمع صوت غريب في الغرفة، ففتش عنه وعرف ان ده صوت قنبلة. وذهب لمكان الصوت ووجد القنبلة، وكان متبقي لها 4 ثواني بس وتنفجر فيهم القنبلة. أزلها سريعا وصرخت جدا ردهمة خايفة على فانش لما مسكها، وقالت له فانش قال لها لابد أن أفعل ذلك. ثم أخذها ورماها من النافذة للحديقة وحدث الانفجار حينها. ثم أتى عليهم المشهد وكبير بيطرح عليه السؤال ايه صوت الانفجار الكبير ده يا فانش؟ قد فانش قال له انفجر السخان من الحرارة الزائدة في الغرفة. وقال لهم كده ما قالش ان في قنبلة. قالت الجدة اينما كان الامر انتوا المهم بخير دلوقتي. قالت لها ردهمة نعم من الجيد انه لم يكن احد في الحمام حين حدث الانفجار، استرخوا واذهبوا لغرفكم. قالت أمبورية في نفسها لا ادري ما القدر الذي ولدوا به، لقد اعددت لهم خطة محكمة. بعد ان ذهب الجميع قال فانش لردهمة اعدائنا محيطين بينا من كل جانب يا ردمة، لابد ان نكون حذرين. ثم ذهبت أمبورية ذهبت خلصة الى فانش وهو لاحظ ذلك. تذكر كبير عندما سمع فانش وهو بيقول لانجيري انشر النبأ في السوق بانه من يعد للماس او الماسي سوف اعطيه الحجر كمكافأة. ثم دخل إريان على كبير، قال إريان كبير قد استدعاني، أغلق كبير الباب. وإريان بيقول له أنت اللي استدعتني وأغلق عليهم الباب، وقال له نعم لقد آن الأوان أن تسير بمفردك، لا تسير في ظل فانش. قال له لا أفهمه، أجلسه كبير ثم قال له أريدك أن تساعدني في سرقة شيء كبيرا جدا. قال له ماذا؟ قال هنا في قصر آر. قال له إريان ماذا تقول؟ قال له نعم سرقة هنا في القصر. وقال له فانش بيمتلك حجر ثمين ب25 مليار وسوف نحصل منهم على 10 مليار اتفقنا. قال له إريان اتفقنا. قال له ولكن أريد أن تأتي لي بغرض الآن من عند تشينج، اذهب سريعا الآن واحضره. قال له نعم. ذهب إريان وقال له كبير إن الساعات المقبلة القليلة ستكون مهمة جدا ونحصل على الحجر الثمين مع رفقة حبي ردهمة، ونخرج بي أنا وهي مع الحجر الثمين من هذا القصر. أتى المشهد على فانش وبياخد ردهمة وهو مغمض ليها عينيها، وقالت له إلى أين تصطحبني؟ قال لها انتظري دقيقة. ثم أخذها وقال افتحي عينيكي، فتحت عينها قالت ظلام وشموع ما هذا؟ قال لها انتظري دقيقة ثم أشعل بالرمود. حين أشعل الرمود امتلأت الغرفة بالأضواء. كانت الغرفة مزينة بطريقة جميلة ومبهرة جدا. ردهمة ما كانتش مصدقة نفسها لما شافت جمال الأضواء والتزيين الغرفة اللي عمله لها فانش. قالت له ردهمة أي مناسبة وإيه كل الجمال ده؟ فانش قال لها أريد أن أقضي ليلة بارتياح مع زوجتي، لقد منحتك كثيرا من الألم في الفترة الماضية وأنا أريد أن أمنحك السعادة لدرجة لا تنسى ولدرجة تنسيك كل الألام. وضعت يدها على وجهه وقبلته في بين عينيه وقالت له عندما تكون أمامي أنسى كل الألم يا فانش، لا أشعر أبدا إلا بالسعادة. وبتنتهي كده أحداث الحلقة.
اتمنى لو اول مره بتشاهدوا قناتي ما تنسوش تفعيل زر الجرس، وما تنسوش حبايبي اللايك، دعمكم مهم لينا جدا، بنتعب جدا في ترجمة ودبلجة الحلقات وبنقولها كأنكم بتشوفوها. شكرا جدا، واتمنى منكم ما تبخلوش عليا بالدعم، مهم جدا 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 ليا. شكرا لاستماعكم.